مساء الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة من بكفية ومن منزل أو من مكاتب لها فضل كبير على الاستقلال اللبناني والسيادة اللبنانية، من دارة جميل. تحيات تلفزيون مستقبل وإذاعة الشرق وإذاعة صوت لبنان استثنائيا الليلة لهذه الحلقة التي تتقاطع فيها مناسبتان: الذكرى السادسة لشهادة الشيخ بيير الجميل وعيد الاستقلال اللبناني، وأيضا على وقع النار والبارود والشهداء في غزة وسوريا. يغرق لبنان في إحدى أكبر أزماته الداخلية التي تنعكس جمودا سياسيا واقتصاديا شبه انتحاريين، فهل تثمر عشقة المبادرات والزيارات التي تقوم بها بعض الأطراف اللبنانية ومنها حزب الكتائب وتحديدا النائب سامي الجميل؟ كيف ستخاض الانتخابات النيابية المقبلة في حال بقيت الأوضاع الإقليمية والداخلية مكانك راوح ووفق أي قانون؟ هل صحيح أن النائب سامي الجميل عاود الاتصال بنواب حزب الله؟ وهل هكذا يرد على كرم الأخلاق بمعناه الذي قصده طبعا السيد حسن نصر الله مؤخرا؟ وكيف يبرر الإحجام عن الواجب التشريعي للنواب؟ كيف يرد على من يعتبر أن قوى الرابع عشر من آذار تراكم الأخطاء والإخفاقات عشية انتخابات نيابية واستحقاق انتخابي مهم؟ في الحلقة أيضا محور خاص مشاهدين حول الشهيد بيير الجميل في ذكراه السادسة، وهي تقع اليوم هذه الذكرى، وقد قمنا بتصوير تقرير خاص في منزل الشهيد بيير الجميل مع زوجته باتريسيا وولديه أمين وألكساندر. التقرير مؤثر جدا وجميل جدا، رح نكون معه بعد شوي. شيخ سامي مساء الخير، وشكرا على استضافتنا لأول مرة بمكاتبكم، مكاتب جديدة، مبروك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله بتشوف الخير على وجه هذه يعني المكاتب. مشكلة هيدي المكاتب اضطرينا نعملها لأنه ما عم نقدر أمنيا نتحرك ونتنقل ننزل على البيت المركزي، فهيدا ما كان اليوم تنقدر نلتقى فيه مع الرفاق ومع كل اللبنانيين يلي نشتغل نحن وإياهم باستمرار. شيخ سامي، قبل ما نتوقف مع الريبورتاج المؤثر والجميل، واليوم هي ذكرى مثل ما قلنا لاستشهاد خيك شيخ بيير الجميل. اليوم بشوف البعض أنه مسألة استشهاده يعني من كل الاغتيالات اللي صارت بلبنان والانفجارات أكثر شيء كان في أمل أنه يكشف من قام بها، لأن كان في أشخاص معينين نزلوا بوضح النهار وقفوا بالطريق، هنالك شهود، هنالك ناس شفتهم. البعض بيقول أنه يعني مفروض أنه يكون في خيوط متروكة لما تكون الجريمة منفذة بهذا الشكل. لوين وصلت التحقيقات اليوم؟ أول شيء ببلد طبيعي أكيد أنه جريمة مثل هاي مفترض تنكشف بسرعة فائقة. وقت يكون عندك بلد فيه مربعات أمنية ممنوع دخول الأمن عليها، ممنوع الأمن الدولي إن كان درك أو جيش أو غيره، فأصبح هناك ملاذ للمجرمين أنه بيعرفوا أنه إذا قاموا بأي عمل بيقدروا يلتجؤوا لبعض المناطق اللبنانية ويكونوا خارج الرادار مثل ما بيقولوا. فأكيد اليوم هالأشخاص يلي قاموا بهيدي العملية هن محترفين جدا، ونحن جربنا نتابع التحقيق بالأخص مع المحكمة الدولية، مع التحقيق الدولي، ولكن في تكتم كبير على كل هيدا التحقيق، ونحن نتفهم هيدا التكتم بس نتأمل أنه بالآخر يطلع نتيجة. وهون من هالزاوية كمان بهمنا كمان الناشد كل القائمين على الدولة اللبنانية، أنه نحن من سنة 2006 لحديث اليوم صار مجموعة كبيرة من الاغتيالات، واليوم كرمالة المحكمة الدولية تقدر تحكم بهالاغتيالات وتكون على جدول أعمالها هالاغتيالات، لازم أنه الحكومة تقدم طلب إلى المحكمة الدولية. فاليوم وقفت الملفات يلي اليوم موجودين المحكمة الدولية بتوقفوا بال 2006. ملف بيير وكل الاغتيالات اللي لحقت منا اليوم بالمحكمة الدولية، بالتالي نحن نتمنى على الحكومة اللبنانية. هلا أكيد ما فينا نحكي، ما فينا نتمنى عليها شيء لأن أكيد ما راح تعملها، بس أنه مفترض أنه الدولة اللبنانية بوقت من الأوقات وبأسرع وقت ممكن
تقدم طلب إلى المحكمة الدولية بضم ملف بيير وملف أنطوان وكل الاغتيالات اللي حصلت بعد 2006 تكون جزء أساسي من المحاكمة. بس ولكن بعض الاغتيالات اللي رأت المحكمة أنه قد يكون لديها يعني رابط شرطين. ما في شرطين صحيح. في ربط مع اغتيال الرئيس حريري، والشرط الآخر هو أنه يكون في طلب من طلب رسمي من الحكومة اللبنانية. على كل حال ما فيكم تطلبوا كثير من الحكومة عم بتطلبوها أنها تغادر، رح نوصل لهون 100% أصلاً. مش ناطرين منها شيء. اللي بدي أرجع أفهم منك بمسألة المناطق شيخ سامي، يعني بقلب منطقة تعتبر منطقة لإلكن بالمتن، بمنطقة خلينا نقول الأمور مثل ما هي مسيحية، كيف بيقدر يتحرك مجرمون ويروحوا على مربعات أمنية؟ بنعرف أنه بالعجقة وبالنهار يعني لا يروحوا إلى ملاذ آمن بدهم على القليل نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة، يعني هذا كيف معقول يعني يبرر وجود هذه المربعات؟ في ملاذ أمني بعيد عن مكان الاغتيال 10 ثواني بالسيارة. عم تحكي عن منطقة محددة بقلب المتن صح. طيب. يلي هي خارجة عن القانون. بس في شيء في أي دليل أو أي إثبات إنه هن دخلوا إلى المنطقة اللي هي زعيت ما ليش أنا عم نحكي عن رويسات جديدة. أنا ما بدي اليوم أحكي عن أهل الرويسات يلي بحترمهم وما عندي أي مشكلة، بس أنا بدي أوضح شغلي. أنا اليوم على تواصل مع كل القوى الأمنية ومع بعض القضاة. أنت بتعرفي اليوم إنه إذا الدرك بدهم يفوتوا على الرويسات كرمال يقوموا بأي مداهمة أو بأي عملية إلى علاقة بالقضاء أو بالأمن بنطلبوا إذن تفوتوا على الرويسات. تمام. طيب هل مسموح اليوم بلبنان بالأخص بالمتن الشمالي يكون في مناطق خارجة عن سلطة الدولة وبديك إذن القوى الأمنية بدها إذن تتدخل عليها؟ يعني هذا الشيء مسموح؟ عفوا شيخ سامي، معروف أنه حتى في الضاحية تدخل القوى الأمنية إلى أغلبية المناطق إلا يمكن بعض الشوارع اللي أمنياً كتير. أهلك شغلي اليوم في شيء اسمه لجنة ارتباط بين الدولة اللبنانية. عفوا شو في برويسات جديدة تيكون بدهم إذن ليدخل؟ ما بعرف، بديك تسألي. في مواطنين متنيين بس من طايفة يمكن تعتبر أقلية في المنطقة عايشة هون. 100% ليش بده يكون في إذن؟ أنا عم بسأل هذا السؤال. يعني حضرتك واثق إنه بده إذن للدخول إلى المنطقة؟ على 100% لأي سبب من كان؟ بتمنى أنا تلفزيون مستقبل يعمل تحقيق مع مسؤولين الأمنيين بالمنطقة ويستجوبون على هذا الموضوع. بس لأي يعني سبب اللي كان؟ لأي سبب اللي كان؟ أي مداهمة أي مداهمة بدها تصير داخل منطقة رويسات بدها تصير بالتنسيق مع قيادة حزب الله. رح أرجع لهذا الموضوع. وهذا الشيء بينطبق كمان على كل المناطق يلي هي تعتبر مناطق حزب الله. يعني اليوم إذا الدرك بده يفوت على الضاحية الجنوبية بده إذن، وبدو يصير هذا الشيء بالتنسيق مع حزب الله. والهون الكارثة الأكبر أنه وقتها أنت تبلغيهم أنه بدك تفوت الداهمة هن بيتصلوا بالشخص اللي رايح يتداهم، هالشخص اللي رايح يتداهم بفل أو بيتولى عن الأنظار. صار شيء يعني هذا الشيء مش صار بس حسيا من هذا القبيل، مش بس عنده إذا بدك ترددات أمنية على البلد، بس عنده أيضا ترددات على القضاء، على المساواة بين اللبنانيين، كله هذا. يعني في مركز مالي المقاومة في هذه المنطقة برأيك؟ ولا بدك تسأل القيمين على المقاومة، ما قادرين نفوت تنعرف. طيب نرجع إلى قضية الشيخ بيير لجميل. نعم. تعتقد أنه هؤلاء الأشخاص لجأوا إلى هذه المنطقة بصراحة؟ ما بعرف، ما بعرف. هيدا حدثك؟ ما بعرف. هيدا شكوكك؟ ما أنه هيدا شكوكي، بس أنا عم تسألين عم تقولي لي أنه المناطق الأمنية بعيدة، عم بقولك لا منا بعيدة، في منطقة أمنية داخل منطقة المتن الشمالي بعيدة عن مكان الانفجار 10 ثواني بالسيارة. وقت واحد بده يكون مرتاح مع بقية اللبنانيين الآخرين عليه أنه ما يحط حاله بموقع نسأل هذا السؤال. يعني إذا الجماعة ما بدهم أنه بيتضايقوا، لأنه مرة حكيت عن هذا الموضوع اتضايقوا كتير، ما بدي حدا يتضايق، بس ما في ولا أي سبب أنه تكون هذه المنطقة خارج إطار الدولة وخارج سلطة الدولة اللبنانية. ما في ولا أي سبب، ولا أي سبب. وانطلاقا منهم بدهم يصروا أنه يحافظوا على خصوصية هذه المنطقة على الصعيد الأمني، فيتحملوا مسؤولية تجاه الإعلام تجاه كل اللبنانيين أنه أنتوا عاملين وضع خاص لمنطقة داخل المناطق اللبنانية بالوقت يلي كل بقية اللبنانيين هن خاضعين لسلطة القانون ولسلطة الرقابة، رقابة الدولة اللبنانية. في لبنانيين ما هن خاضعين لهذه السلطة، وهذا شيء غير مقبول بالنسبة لنا. خلينا نتوقف مع هذا التقرير اللي صورناه بمنزل الشيخ بيير لجميل مع زوجته باتريسيا مع أولاد خيك أمين وألكسندر. هذا التقرير مشاهدينا، ونعود إلى الشيخ سامي جميل.
ست سنين صار والولاد كبروا، كيف بتخبرين شو صار؟ شو بتشرحين؟ شو بتقولين؟ أنا من أول نهار دغري واجهتهم بالواقع، يعني ما فيك مع أولاد بهالعمر ما فيك تنطري، لأنه خصوصاً بوضعهم هن محوطين كتير، يعني معرضة، وهذا اللي تقريباً صار إنه حيا لحدا يجي يسمعوها ويقول لهم إياها بالطريقة الوقت تضايقهم، حتضايقهم بكل الأحوال بس تضايقهم تعمل لهم عقدة. أنا كان بدي بأكتر طريقة فسرهم إياها مثل ما يمكن من محل بيير ساعدني أنا جرب أفهمها، إنه هالدنيا مشوار طريق، وصل لبيير حلم يشوف لبنان مستقل، رجع عمل استقلال تاني، هو فتح الطريق، هو أول واحد وقف في مجلس النواب ورجع حكي بالعالي. بيير هو رجع على سقف خطاب سياسي كان مطلوب يرجع، كان هو رجال الموقف. أنا الأوان أيضا أن تقلع سوريا عن وصايتها عن لبنان واعتمادها على التدخل العسكري والسياسي والمخابرات أيضا في الدفاع عن أمنها في لبنان. حقق لحزبه، حقق لعائلته، حقق لنا لقلنا نحن عائلته صغيرة. ما نشوف تمثال الشهداء بساحة الشهداء أيام العثمانيين، في عالم استشهد قدمت حياته. بيير من قافلة الشهداء هو بهالمرحلة قدم حياته، ولبنان نتيجتها عم يبقى. هلأ لبنان يصير بلد، هاي لبنان رسالة أنا بلاقيها، لبنان هيك منعيش فيه، بس نبقى على القليل بقينا، يعني قدي جربوا ما يخلونا وبعدنا بقين، بعده هالبلد بلدنا. ما بدنا جيش على لبنان إلا الجيش اللبناني، ما بدنا علم بلبنان إلا العلم اللبناني. نحن منقبل أن نكون الضحية الأولى وفي كل لحظة الضحية الأولى، دفاعاً عن لبناننا الحبيب، دفاعاً عن لبناننا الحبيب. هاي لبنان رسالة أنا بلاقيها، لبنان هيك منعيش فيه، بس نبقى على القليل بقينا، يعني قدي جربوا ما يخلونا وبعدنا بقين، بعده هالبلد بلد. ما بفكر فيها إنه قراري، يعني بيير وقت بلش ما كان بالوارد اللي عمله يقدر يحققه، وما كان حدا قدر يوقفه ولا حدا قدر عمله عنه. يعني الولاد نهار لهن رح يحبوا ورح يقرروا، أنا دوري أدعمه، ما في إجي قلهم وقفوا ولا بقدر وقفهم، وإذا هن مش حابين ومش فيهم ومش رح ينجحوا فيها، مش دوري أدفشهم كمان يعملوا اللي هن بينجحوا فيه. هيدا منه السياسة، منه شغل السياسة فرنسي، باسيون، شغف. هيدا يا شغف بدك تعيشيه تتنجحيه، لأنه بهالبلد بتقدمي حياتك كمان. يعني ما هيك بتقلك إنه رغم مصير الوالد الصعب، رغم الشهادة، رغم حزب الكتائب اللي قدم كتير شهداء، بتربيهم بعد ككتائبيين؟ أكيد ما فيك تحميهم. أول شيء هو الولاد ولا بيير، مش بس ولاده، يعني ولاده أكتر من ولاده حاملين له اسمه، ورجال بدون يطلعوا شباب بكرة وبدون يعيشوا لبيهم تيكتملوا. وأنا دوري مثل ما كان دوري حد بيهم، ادعمهم باللي هن بيقرروه. كان يخبرك بيير مثلا انه هو شو بيحلم للبنان، شو بيشوف، شو هي تطلعاته؟ باول فتره اكثر من باخر فتره، لان باخر فتره صار الطريق ماشي فيها، يعني صار هو ماشي ولاحقينه وصرنا شايفين هالحلم معه. بس اول ما تعرفت عليه كان عم يغلي من جوا، بده يرجع ينوجد لبنان، بده يرجع انه لبنان مستقل، بده يرجع يرد حزب الكتائب، لانه يعتبر هو بينطلق منه، بيعتبر هيدا هو تراثه، هيدا نضاله. نقبل ان نكون نحن الجسر العابر الذي يعبر من خلاله مجتمع ضائع الى مجتمع واضح مطمئن سليم ومستقر. سليم ومستقر. كان بده عائلته ترجع تنوجد بهالبلد بالقوه يلي نضلت كرمالها، بالقوه يلي بيعتبر هو انه التضحيه اللي قدمتها ويلي العالم قدموها ما تروح ديعان. كان يحكيون معي انه هو بده يشتغل هالشغل وبده يجرب. كان عمره 22 سنه. قال احنا ما بنعيش كثير بالعائله، انا بكره انت بتضلك مع هالولاد وبتساعديهم وبتضلك. كان يفكر بهالطريقه. قلت له اخر شهر تحلفت يمين، يعني بس حلفت دائما بقول لهم ما حلفت لانه بحبه لبيير، حلفت لانه اقتنعت. لاي متى يا رب رح تبقى الامات بلبنان عم تلبس ثياب سود؟ لاي متى يا رب رح تبقى عيون الاطفال عم تزرف دموع؟ لأي متى يا رب بلدنا رح يبقى مجروح؟ عطينا يا رب الشجاعة والقوة تنعرف نحافظ على هالوطن.
بتعرف انه امبارح قد ايه بكيت الناس؟ هذا قال لك؟ لا كثير. كل الناس اليوم وين ما رحت كانوا عم بيحكوا عنكم اكثر شيء. قد ما الناس بتحب بيكم وشافوا هيك شافوا بيير صغير فيكم. هذا قال لك هالشيء؟ لا بس امي بتقلي. بس حسيت انه رياكسيون الناس معك قد ايه كانوا مأثرين؟ ايه. شفت شو عملت قد ايه أثرت فيهم؟ شو أكثر شيء بتذكر من الوالد؟ بتذكر انه كنا نلعب سوا ونلعب على البلاي ستيشن وعلى التخت وكنا نحكي انا وياه. كان لما يعطوني دفوار انه احفظ نشيد الوطن وكان كتير يشد عليه تحفظه. بقول انه هذا بطل انه عادي حياته للبنان وهيك انه بنبسط لما شوفه. اذا هلا عم بيسمعك شو بتقول له؟ انه بحبه وبتمنى يكون هلا. ما بتقدر تنسى. سامي بدي اعتذر منك وبدي اعتذر كثير من ست باتريسيا ومن امين ومن الكسندر. يعني ابدا ما كان قصدي لا بكيكم اللي فيكم مكفيكم بعرف هالشيء. بس ما قدرنا ننقل الصوره لان فعلا اوقات واحد بيفكر لازم يكون في ضمير بمطرح ما بكفي هالبلد دم وشهده واولاد ونساء عم تبكي. بعتذر منك مره جديده شيخ سامي و لنرجع نكمل. بعرف انه صعبة. ست باتريسيا لما كنا عندها بالبيت حكيت قد ايه انتم عم بتكملوا الطريق حضرتك وشيخ الرئيس امين جميل درب بيير، وقالت انه هذا الشيء بيريحها بشعرها بالاطمئنان انه حلمه ما انتهى. وهذا الدرب فيه اشخاص فعلا يعني حاملين المشعل وكان عندها ثقه كبيره فيكم. بدك نتوقف مع فاصل. رغم ذلك شيخ سامي رح ردك على الواقع المرير على واقع لبنان الصعب. كثير من الاسئله اجتني على فيسبوك وعلى تويتر سالوني قد ايه بيعتقد شيخ سامي بيشبه خيو بيير، قد ايه فعلا هو على دربه وعلى طريقه. اول شيء بدي ارجع على انا كنت بتمنى يعني الأولاد نتركهم يكبروا ونحافظ عليهم لأنه هيدي أمانة ونحن يعني مشكلة أنه نضال يلي عم نخوضه هو جزء أساسي من تاريخ عائلتنا. يعني إن كان بيير أو أنا أو الأولاد يلي مخلينا نكون عنا هيدا الاندفاع وما يكون عنا خوف هو لأنه ربينا بالألم. يعني إن كان بيير أو أنا أو أنا بتذكر أصعب فترة بحياته بحياتي كانت فترة النفي بباريس. فترة النفي
أصعب محطة كانت أنه اضطر يتجوز خارج لبنان، يعني بيير جميل يبرص يتجوز. بس بدي أقول لك بالنسبة للولاد شيخ سامي، وأنا كتير بقدر هالدموع الغالية اللي ما كنت بحب شوفها على الهوى أكيد، ولا الولاد نبكيهم. نحن كنا طالعين نصور ولاد الشهيد بيير جميل عم بيلعبوا، ونحن قعدنا عم نلعب سوا. بس ألكسندر اللي عمره 9 سنين، حضرتك بتعرف إنه ولا مرة فيك تجيب سيرة والده بلا ما يبكي، ولا مرة فيك تسأله عنه غير ما يبكي، مع إنه يمكن كان عمره 3 سنين بس لما والده استشهد. ونفس الشيء أمين، يعني التأثر الأولاد كتير كتير قوي بالقصة. بس نحن قصدنا نقول يمكن هيدا صورة كمان، لأن الناس لازم تحس مع بعضها شوي، الناس لازم تعرف قبل ما تشتم، وقبل ما حضرتك بتعرف مقدار الحقد والكراهية الموجود صار بين اللبنانيين شيخ سامي، يعني حتى الدم مش بس ما عم بيوحد اللبنانيين، ما عم بيخليهم يحبوا بعض. فأنا بعتذر مرة جديدة من دموعك ومن دموع الأولاد ومن دموع ست باتريسيا، وبشكركم كتير إنه عم تقبلوا تطلعوا، ونحن صراحة عم نصر عليكم. حأتوقف مع فاصل شيخ سامي، هيك بتكون شوي يعني قدرت تكون ما بعرف تحكي. لا بس بدي بس اللي كنت عم جرب لك إياه، إنه معليش لو مرة عم نحكي عن العيلة، ما أنا بالعادة نحكي عن العيلة. تستاهل عيلتكم. إن كان أول شيء نديم ابن عمي يلي ربي كمان من دون بي، أو إن كان أنا وبيير يلي ربينا كمان من دون بينا لأنه كان منفي ويلي اتجوز بالخارج. أنا بتذكر شغلي، فرجيتي أنت خطاب تبع أول خطاب لبيير بمجلس 2004 صحيح؟ بتذكر نقاشات مطولة أنه شو بده يكون أول خطاب، وكنا كان طلبت منه قلت له بدي شغلة واحدة منك، بدي تلفظ بس هالجملة، مطالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان. وكان أول شخص بعد من سنة 90 سنة 2000 نائب ألبان بخيبة اثنيناتهم صحيح، كانوا اثنيناتهم بنفس الجلسة، كانوا اثنيناتهم بنفس الجلسة، هول الشخصين الوحيدين سنة 2000 بمجلس النواب بعد 10 سنين من الاحتلال السوري بيطالبوا بخروج الجيش السوري من لبنان. وكان هدف الانتخابات بال2000 يلي كانت كل الرفاق بحزب الكتائب يلي كانوا بوقتها كنا قاعدة كتائبية، كنا حتى ممنوعين بأنه ندخل عبيت الكتائب بهديك الفترة. فكل الرفاق الكتائبيين يلي كانوا أوفياء لقضية الكتائب كانوا عم بيناضلوا معنا من خارج الكتائب. فكانت مجموعة شباب متحمسين وكلهم بعدهم موجودين وبحقيقهم كمان بالمناسبة. كان بالنسبة لنا هدف معركة الألفين يوصل إنسان على مجلس نواب يتجرأ يقول وطالب بخروج الجيش السوري من لبنان، وحقق هذا الإنجاز. وكانت تحدي لكتير، يعني بديك تعرفي بهديك الفترة كانت حواجز السورية في كل المناطق اللبنانية، كان غازي كنعان بعنجر، كان كل السلطة السياسية موالية لسوريا، وكنا نحن بموقع جدا غريب يعني بالنسبة للواقع السياسي، بس تبين أنه نحن اللي كان معنا حق بمقاومتنا من سنة 90 وصولنا لـ 2005، وبين أنه القضية اللي كنا عم نناضل من أجلها كانت قضية محققة، وتوجت بالآخر كل هالتضحيات بانتصار. وهيدي قصة بيير، أنه توج نضاله بانتصار كبير يلي هو 14 أذار 2005، ومن ثم 26 نيسان 2005 يلي شهد خروج الاحتلال السوري من لبنان. كان حفل، يعني كانت عيد بالنسبة لنا، لأنه ما كنا منتأمل يجي نهار يخرج السوري من لبنان، وكانت إنجاز كبير. صحيح. شيخ سامي بيشبه شيخ بيير جميل على خطاه على طريقه؟ رح لك شغلة للمشككين شو بتقول لهم؟ لا ما افتكر هذا الموضوع ما بيهمني، ولا رح توقف على هالنوعية هاي من الناس.
اللي بدي أقوله أنه نحن يعني بلشي الشيخ بيير جدي ما بيشبه بشير، بشير ما بيشبه بي، بي ما بيشبه خي، وخي ما بيشبهني، ولا حدا لا بيشبه حدا. كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده طريقة عمله، كل واحد عنده أسلوبه، بس في شيء مشترك بين كل هول الناس، هي قضيتهم. نحن قضيتنا واحدة من وقت ما خلقنا، من وقت ما ربينا. حتى إذا بترجع إلى بيو للشيخ بيير اللي هو كان دكتور أمين جميل، وخيو يوسف كانوا عم بيقوموا الأتراك، تقليكم وين ترجع القصة. مش بس الاستقلال الأول، في كمان مقاومة ضد الوجود العثماني في لبنان. كمان النفينا النفى جده لبي على مصر من 100 سنة. فشغلي صراحة بقلك نربع عليها من وقت ما نحن أولاد يعني. واليوم أمين وألكساندر كمان عم بيتعلموا وعم بيربوا. أنا بالنسبة لي بطمئن شوفهم هيك، لأنه بعرف أنه هالعصب هالقضية يلي موجودة فينا مستمرة من خلالهم. وبعرف أنه إذا سمح الله صار لي شيء، بعرف أنه هول الاثنين رح يكملوا لأنه ربيوا. عيد الشر عنكم جميعا شيخ سامي. أنا رح أتوقف مع فاصل. مرة جديدة بعتذر منك، وبدي أعتذر كمان من سيدة باتريسيا رجميل هالأمانة الكبيرة اللي حملتها وأنه سمحت. أنا بدي أعتذر المشاهدين بالعادة. ولا يهمك أبدا، بالعكس الكل بيتفهم دموعك الصادقة، وأنا عم شوف قدي عم بتحاول يمكن أنه تتمالك نفسك منها هيني شيخ سامي. فاصل مشاهدينا ونعود إلى هذه الحلقة من انترفيوز. مباشرة مشاهدينا الكرام من بكفية نعود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الشيخ سامي جميل. الشيخ سامي ما فيك تتخيل ردة فعل الناس، تفاعلهم معك بشكل كتير كبير. ما رح أقري لك ولا رح أكرر، لأن ما بدي أرجع يعني عيد نفس الشيء نفس الإحساس لك. بس بدي فوت بالسياسة مثل ما هي الفجة، والسياسة مثل ما هي بلبنان اليوم. السياسة اللي مقرفة اللبنانيين، مقرفة اللبنانيين، وأنا صحيح. واحد منهم. صحيح. بس أنت رجل سياسي بالنهاية، وحكي كثيرا أنك تقوم بجهد وبمبادرة، وأنك توجهت لرئيس الجمهورية، طلعت لعنده زرته بسبب هذه المبادرة لتحريك الجمود الحاصل. يحكى أن مبادرة حوارية. شو اللي عم تطرحه على رئيس الجمهورية؟ شو لا نحن نعتبر أنه رئيس الجمهورية بيقدر يلعب دور كتير كبير بهذه المرحلة من أجل إخراج البلد من الوضع اللي هو فيه. فكانت أعطيني بعض الأفكار، ما فيها نحكي عن مبادرة أكثر ما داولنا معه بعض الأفكار. شو فيها هذه الأفكار؟ أنا بفضل هو نترك الأمور عنده، خلي هو يقرر شو بده يعمل. يعني نحن حطينا حالنا بتصرفه، ومنعتبر أنه بيقدر يلعب دور كتير مهم بهذه المرحلة، بالأخص أنه بيحوز بثقة أكثرية اللبنانيين الكاسحة. حتى من الميلتين في ثقة برئيس الجمهورية. فبالأخص آخر فترة يعني مواقفه عم بتكون شجاعة، وما فينا إلا ما نوقف إلى جانبه بهذه المرحلة. بس اسمح لي، لما تكون مواقفه بالنسبة لـ14 أدار ولحضرتك شجاعة، يعتبرها الطرف الآخر مواقف منا جيدة وما بتعود ثقة في كاسحة. بس ولا حدا عم بيقول اليوم ما عنده ثقة برئيس الجمهورية. هي في شي طرف بلبنان عم بيقول ما عنده ثقة فيه؟ بس في كتير أطراف. مشان هيك نحن اليوم بنعتبر أنه هي فرصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية وللرئيس سليمان بشكل خاص أنه يرجع يرد رئاسة الجمهورية إلى المكان يلي مفترض تكون فيها، ويلعب دور إيجابي ويقول كلمة الحق. شيخ سامي عنده طاولة حوار رئيس الجمهورية، عم بيجمع الأطراف المتصارعة في البلد على هذه الطاولة. هذا أكثر ما يملك اليوم. حتى طاولة الحوار أنتو يعني يمكن الكتائب حضر لحد هلأ أكثر طاولات الحوار، ولكن يعني في أطراف كثيرة تقاطع هذه الطاولة، وهلأ فتوا بقرار مقاطعة حتى حزب الكتائب ضمن هذا القرار. مظبوط؟ لا، خلينا نقول بوضوح، نحن من آمن أن الحوار هو الخيار الوحيد للبنانيين للوصول إلى نتيجة،
ومش بس للبنانيين، لأي فريقين متصارعين. يعني بعز الحرب اللبنانية كان في حوار بين الأفريقاء المتصارعة، بالحرب العالمية الثانية كان في حوار بين الأفريقاء المتصارعين من أجل وصول إلى هدنة، وصول إلى وقف إطلاق نار، أو وصول إلى اتفاقية سلام. بقى البديل عن الحوار هو الحرب الدائمة. فالمشكلة منا بالحوار، المشكلة هي استعداد الأفريقاء للحوار. نحن اليوم مش عم نجي نقول ما بدنا نحاور، لا، عم نجي نقول الفريق الآخر ما بده يتحاور. والبرهان عن ذلك هو يلي عم بيقوم فيه. يعني وقت يكون رئيس جمهورية عم يحكي باستراتيجية دفاعية، ما بيقدر حزب الله يبعت طيارة أيوب على إسرائيل، لأنه بيكون عم بيناقض، ما عم بيعطي فرصة على الأقل للحوار. بالأخص وقت يطلع مسؤول إيراني يصرح أنه نحن صور أيوب وصلت على إيران. بس هذا ممكن جزء من نظرتهم الاستراتيجية الدفاعية. بس بولا، هذه نقطة أساسية بدي أقولها. أي استراتيجية دفاعية عم يحكي عنها حزب الله وقتها تكون صور هذه الطيارة يلي عم بتطير فوق إسرائيل عم بتروح على إيران، ما عم بتروح عند الجيش اللبناني؟ حدا يشرح لي. في شيء بيتاخد، واحد بيقدر ياخد ويعطي فيه، بيقدر في يحكي حلف فيه، في حلف، وفي شيء ما بقى فينا نحكي باستراتيجية دفاعية لبنانية وقتها يكون طيارة أيوب عم بتصور وتبعت على إيران. ما لها علاقة باستراتيجية دفاعية لبنانية. لو عم بيصوروا ويبعتوا للجيش اللبناني بقول لك يا عمي والله كتر خيرهم، أو بقدر أقول لك والله فيها أخذ وعطى. بس أنه الجيش اللبناني ممنوع يوصل له صور طيارة أيوب، بس النظام الإيراني بيوصل له صور طيارة أيوب. طب شيء وفي شيء طبيعي، شيء منطقي وفي شيء منه منطقي. يعني نحن رايحين اليوم نناقش استراتيجية دفاعية عن لبنان، حزب الله استراتيجيته الدفاعية منا عن لبنان. وهذا يلي قوة حزب الله مستمدة من إيران. شيخ سامي، ما بتعتقد بمطرح معين يجب أن يرد هذا الجميل عبر طيارة أيوب أو غيرها؟ حزب الله قوته بالشعب اللبناني يلي منضوي تحت لوائه. مشان هيك قيادة حزب الله عليها أن تاخد قرار، أو هي مؤتمنة على لبنانيين يلي موجودين تحت سقف حزب الله، وهم حزب الله يدافع عن هاللبنانيين وعن الجنوب اللبناني، أو حزب الله عنده استراتيجية تتخطى الحدود اللبنانية. ساعتها ما في جدوى لأي حوار تحت سقف بعبدة أو تحت أي سقف آخر. اسمح لي، ليش حضرتكم عم بتشوفوا بس أنه صور راحت إلى إيران؟ ليه ما بتشوفوا كمان أنه بتوازن الرعب الموجود اليوم عم بيزيد هذا التوازن الرعب؟ لبنان بموقع لا يعتدى عليه في سهولة، لأنه بعد كل الإنجازات القبل في أيضا يعني طائرة اخترقت كل النظام الدفاعي الإسرائيلي الجوي وقدرت توصل لحل ما وصلت. ممتاز. شو قالوا عليه بلبنان هذا كله؟ إذا كل شيء عم بينعمل مش من أجل الدفاع عن لبنان. لماذا تقول يعني في مش إذا في اعتداء على لبنان؟ لأنه لو مزبوط هذا اللي عم ينعمل للدفاع عن لبنان، أول شخص مفروض يوصل له هذه الصور هو رئيس الجمهورية وقائد الجيش، وإلا مكون عم نضحك على اللبنانيين وعلى عم يضحكوا على حالهم وعم يضحكوا على غيرهم. شيخ سامي، منه جزء من المقاومة لا رئيس الجمهورية ولا قائد الجيش بلبنان؟ ما هن أطلقوا شعار الجيش والشعب المقاوم. مزبوط. طيب وين هو الشعار؟ بس المقاومة مش لحالة، بدها تشارك أسرار المقاومة مع مسؤولين لبنانيين. تعتقد أنه هيدا شيء ممكن أو معقول؟ نحن ستنا عم نجي نقول يا أما هيدي المقاومة بدها تكون جزء من هذه الدولة وجزء من الجيش اللبناني وجزء من استراتيجية الدفاعية اللبنانية، أو هذه المقاومة عندها حسابات أخرى وعندها أجندة أخرى وعندها ارتباطات أخرى. كنا عم نحاول نصدق أنه عندهم نية الجماعة بأنه يجربوا يلاقوا حال مع بقية اللبنانيين. اكتشفنا نحن من وراء شيء هن قاموا فيه أنه هدف كل هذا السلاح وهذه المقاومة يلي هن عم يسموها مقاومة هو فقط ولا لعبة أو ورقة بين إيدين إيران تستخدمها إيران في حيا لوقت. لأنه غير هيك كان عم بعطي مثل الصور تبع طيارة أيوب، كانوا وصلوا إلى الجيش وقت يقولوا هن يطلقوا شعار الجيش والشعب المقاومة، أقل شيء يشاركوا الجيش. وإذا ما بدهم يشاركوا الجيش شو عم نعمل؟ لكن نحن لشو في جيش؟
وشو دور لشو عم نحكي باستراتيجيه دفاعيه لبنانيه، ولشو عم نحكي بشعب وجيش ومقاومه، ولشو عم يحكوا بكل يلي عم يحكوا فيه؟ يقولوا يا عم هيدي نحن والله مقاومتنا اليوم هي جزء من استراتيجيه الايرانيه، ما يقولوا نحن ولا مقاومه لبنانيه ولا دفاع عن لبنان ولا استراتيجيه دفاعيه لبنانيه، ونحن اذا هي استراتيجيتهم تتخطى الحدود اللبنانيه ما بتهمنا، وسلاحهم ما بيهمنا، ووجود ما يسمى بالمقاومه ما بتهمنا. قلت الحوار هو الوحيد اللي بيوصل الى نتيجه، بس عم ترجع اللي عم بتقوله عم بفرغ هذا الحوار من هذه النتيجه، لانه عم تطلعوا هن عم بفرغوا عفوا عم بتروحوا عم تطلعوا الى طاوله الحوار اللي مناقشه استراتيجيه دفاعيه، بس بالنهايه عم بتناقشوا استراتيجيه دفاعيه، عم بفل كل واحد على بيته، بس حزب الله عم بكمل بخطواته بتسلحه باستراتيجيته اللي هو ماشي فيها، لانه ما توافقتوا على استراتيجيه بعد دفاعيه واحده، لا تحسبوه بعدين اذا بعد طياره او ما بعد طياره او شو نوعيه الصواريخ اللي عنده. يعني إذا ما في توافق كيف بدهم يعرفوا شو يقدروا يعملوا شو ما بيقدروا يعملوا؟ بدك تحاوري وبين وزاري مغطيهن. وقت بدك تحاوري مع حدا بدك توضعي المناخ المناسب للحوار. ما في أنا اليوم كون والله عم بدي روح أتحاور بشيء ما وإطلع أنا ناقد حتى مبدأ الحوار يلي هو استراتيجية دفاعية لبنانية وإجي أعمل استراتيجية غير لبنانية. لما اليوم كمان في شغل بدي يعمله حزب الله، حزب الله اليوم متهم اول شيء بمقتل رفيق الحريري. حزب الله عامل سبع ايام، معلش لحظه، عنده اربع متهمين بينتموا له، هو اعلن انه هو بينتموا له. اول شيء متهم باختيار رئيس حكومه سابق. ثاني شيء عامل سبع ايار ونزل رفع السلاح بوجه اللبنانيين. ثالث شيء بخون اللبنانيين باستمرار ونحن منه. طيب يا خيي بدك تتحاور، بدك على القليله تعمل تحضر مناخ للحوار. نحن حاسين حزب الله عم بيستمد نوع من اذا بدك مصداقيه من وجوده على طاوله الحوار، وبالاخر ما همه ولا يقعد معنا ولا يتحاور معنا ولا يلاقي حل، لانه البرهان انه ما بده يلاقي حل، لانه بعده اليوم اخذ قرار انه بده يكون جزء من منظومه خارجيه. نهار يلي بيطلع حزب الله وبالاخص سيد حسن نصر الله بيطلع بخطاب بيقول والله نحن حابين انه نلاقي حل، ونحن انطلاقا من هون ما بقى رح نعمل شيء الا بالتوافق مع رئيس جمهوريه، ما بيوثق فيه لرئيس الجمهوريه. كمان رئيس جمهوريه ممكن يكون خطر للاستراتيجيه الدفاعيه تبعه، ممكن يكون عم بيسرب معلومات للخارج، على القليله يعطي صور ويعطي معلومات لرئيس الجمهوريه. ما بده يعني عمل مقاومه سري، حضرتك ادرى انه يعني في رئيس جمهوريه كمان في سريه كمان عليه لرئيس جمهوريه، بس هذا مش سؤال. هالنقطه انا بدي اسالك كل رجعك على هالنقطه بالذات، سريه المقاومه يا اخي انا ماشي، بس انه سريه المقاومه على رئيس جمهوريه كمان، هن حارسين على البلد اكثر من رئيس جمهوريه، خايفين انه رئيس جمهوريه يسرب لاسرائيل معلومات، ليه ما بيعطوه معلومات لرئيس جمهوريه؟ رئيس جمهورية قائد جيش سابق، منه زلمي انه زلمي بيفهم بالعسكر، زلمي كان قائد جيش، زلمي بيعرف اذا اعطيتيه معلومات بيعرف يتصرف، وزلمي رئيس جمهورية البلد. اللبنانيين قرروا انه هو بده يكون رئيس جمهورية البلد، اعطيهم ثقتهم من خلال المجلس النيابي اللبناني، ليش ما على الاقل يتعاطى مع هذا الشخص؟ بدي اسالك بعد الفاصل شو سر هذا الحب الغرام الغزل برئيس الجمهورية، بس قبل هلأ بس بجواب سريع، ليش إذا هيك الحال مثل ما عم تحكي شيخ سامي حضرتك عم ترجع تمد جسور مع حزب الله، عم تفتح اتصال؟ اليوم قرينا أنه حضرتك عم تقوم باتصالات مع حزب الله. مش بس بتقري هيك، بتقري أنه نحن رح نتحالف مع التيار الوطني الحر بالانتخابات قبل. لا لا لا، ما أنا عم بقول لك، ما هو الكله، ما هو الجزء من حملة، هو المنون هيك. هولي منن هيك، بس لان حضرتك كمان بتجتمع بتلتقي مع اشخاص بتخلي هالغريزه الصحفيه تكتب لحظه. انا بتمنى وقت الصحف بدهم يحكوا على الاقل وقت نجاوب بالاعلام ما يرجعوا يعيدوا السؤال مره ثانيه، صرنا قايلين 100 مره. نواب حزب الله حكيت معهم انا بمجلس نواب قدام كل كاميرات التلفزيونات بنص مجلس نواب قلب قاعه العامه، خارج هذا الاطار ولا في تليفونات، ما معي ارقامهم، ما بعرفهم، ما بحكي معهم على التليفون. تاني شيء ما في اجتماعات خارج اطار مجلس النواب القاعة العامة، كل شيء حكي صار بيننا وبينهم صار بقلب مجلس النواب وانتهى بوقته. ما في اليوم حوار بين حزب الكتائب وحزب الله. عم بيجربوا يورطوه، نحن عم بيقولوا سامي جميل، مش حزب الكتائب، سامي جميل عم يتصل بنواب من حزب الله. انا حليب شو عم يعمل؟
يلي عم بيصير في محاولة تشويه صورة حزب الكتائب بالأخص صورة سامي جميل، لأنه بيعتبروا أنه يمكن ما بعرف حسابات مين، ما بعرف مين عم بيقوم بهذا الشغل، ما بعرف من أي جهة عم بيجي هذا الشغل، بس بعرف أنه في عمل منهجي بتسريبات مثل هيدي يلي ما إلى جنس الصحة، مش أنه في شيء منه وكبروا، في شيء اخترعوا. وقت واحد يخترع شيء أنه أنا عم بتصل مع نائب من حزب الله، يعني في حدا قاعد عم بيخطط كيف بدنا نضرب هذا الزلم، مش أنه وصلت له معلومة كبرة، لا، هذا الزلم قرر، في حدا قرر أنه بدنا نخترع عن سامي جميل شغلة كرمالتا نخلق بينه وبين جمهور 14 أذار هو شرخ، وكرمالتا نضرب له مصداقيته تجاه الرأي العام يلي مآمن فيه. انطلاقا من هون بيطلع خبرية مثل هاي، بيطلع انه والله سامي جميل بيتحالف مع التيار الوطني الحر بالمتن الشمالي، وبين هلالين تحالف مع التيار الوطني الحر بيعني تحالف مع القوم السوري يلي قتل عمي، ونحن حزب الكتائب يلي في اذا في حزب واحد نحن مقاطعينه من 50 سنة لليوم هو الحزب القومي السوري يلي ولا ممكن نلتقى نحن وياه على اي شيء. اليوم وقت يقولوا هيك عمون نحن متحالفين مع القومي، يعني متحالفين مع حزب الله ببعبدة، يعني طب كيف يعني أنا بكرة شو بقول للناس؟ اعتبري يا أخي مصبوط، طب أنا شو بقول لأنا شو عم بحكي أنا اليوم هلأ؟ ما أقول له حدا يمشي ضد قناعاته وضد مبادئه وضد ثوابته، عم بيجوا يكبوا هالكلمات هاي بهدف تشويه صورة حزب الكتائب، وبالأخص علي أنا شخصيا. وانا هذا الموضوع يعني سكرت الباب، هنالك استحاله بدي حمل المسؤوليه كل الناس يلي عم بيكتبوا هالنوع هيدا من الـ من الـ من الاخبار انهم هن جماعه من دسين. بس بجريده الاخبار لما ينزل بجريده الاخبار استسام اللي هي قريبه لحزب الله، يعني ما بيعتبروا هن نفسهم انه اذا اتصلت فيهم هي تشويه سمعه لك عم ينزل بجريده يعني قريبه. نحن جماعه مع الحوار، بس نحن ولا ممكن نتنازل عن مبادئنا تجاه حدا، نحن ولا ممكن اليوم نتنازل عن مبدأ سيادة لبنان ونجي نتعاطى مع أو نتحالف مع حزب الله ونناقض كل شيء كنا نحن عم نطالب فيه وعم نموت كرماله، ولا ممكن نحن نتحالف مع أفريقاء عم بينقضونا بالسياسة. طيب اليوم اعتبري اليوم أعطيك مثال، نحن اليوم ناس عم نجي نقول بصراحة وبوضوح نحن عنا مسلمات وعنا مبادئ، هالمسلمات وهيدي المبادئ عمرها 75 سنة، مات من أجل 6000 كتائبة بيناتهم نواب ووزراء ورؤساء جمهوريات. نحن مبادئنا وثوابتنا هي التالية: سيادة لبنان واستقلاله، رفض أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية. هل نحن ممكن نجي نتحالف مع من يضرب سيادة لبنان أو من يملك هذا السلاح الغير الشرعي أو من يغطي هذا السلاح الغير الشرعي ويدافع عنه؟ نحن ما عنا مشكلة أفريقاء ولا عنا مشكلة أشخاص، عنا مشكلة مبادئ. يجي الجنرال عون اليوم يقول أنا صرت ضد السلاح الغير الشرعي، يجي يقول اليوم أنا مني داعم لبشار الأسد ولا النظام السوري، ما بعد عنا مشكلة معه، ما عنا مشكلة أشخاص، عنا مشكلة مبادئ، ما عنا حقد على حدا، عنا التزام بثوابت وبمبادئ واضحة. قلت في حزب واحد حضرتكم بتقاوموه هو الحزب القومي، بدي أسألك بعد الفاصل، ما بتحكوا معه، ما في حوار معه، بدي أسألك طبعا بدي أسألك بعد الفاصل إذا تبين وحسب المحكمة الدولية أنه في أكثر من 13 ألف دليل حسي حتى الآن بالأسماء اللي طلعت الأربعة التي هي كما قال حزب الله ينتمون إلى حزب الله، كمان إذا كان حزب الله يعني أكثر أدين في هذه المسألة بتقاطعوه ساعتها مثل ما بتقاطعوا الحزب القومي. وكمان بدي أسألك عن مبادرة حزب التشناك، لأنه يقال حزب التشناك عم بيقوم بمبادرة لجمعك معكم ومع دولة الرئيس ميشيل المور لتكونوا في تحالف واحد مع التيار الوطني الحر. وبدي أسألك عن غزل مع رئيس جمهورية، بس محلي شيخ سامي بعد فاصل جاوبت منك بحاجة بقى ترجع تسألين أنه جاوبتك حتى التشناك وإذا بترجع تسألين ما عم يعملوا شيء التشناك بتكوني عم تعملي مثل كل هالصحفيين اللي بيسمعونا وبيرجعوا بيسألونا غير سؤال. لا هيدا غير سؤال، أنا عم بسألك إذا التشناك عم ببادر، ما عم كرر ما عم ترجع تحطيني بتحالف مع التيار الوطني الحر لهالتحالف أو لا؟ عم بيحكي معك وبيك مختاريان نعمل هيك؟ لا ما حدا حكي معنا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل، شلت لنا سؤال ونعود إلى هذه الحلقة مع الشيخ سامي جميل.
جديد في هذه الحلقة المباشرة من بكفية مع الشيخ سامي الجميل. شيخ سامي، شو سر هذا الولع المستجد برئيس الجمهورية اليوم تحديدا؟ هل سيترجم انتخابيا ب 2013؟ نحن لمرة عندنا رئيس جمهورية قريب من أفكارنا. أول مرة عم تورطوا؟ من سنة التسعين هو وسط. الشيخ سامي أنت منك وسط، أوكي، بس هيدا زلمة حريص على سيادة بلده، هيدا زلمة عم يحكي كلمة الحق. بس كمان هو قال إنه سيحمي المقاومة برموش العين، وأنتوا ما بنكون مع حماية المقاومة برموش العين لما تحكوا عن الطيارة وغير مسائل. في عنا أكيد في تميز، أكيد نحن اليوم بتموضع سياسي واضح، هيدا زلمة وطني. هذا زلمة عنا بنفترق نحن وياه ببعض الأمور، بنختلف نحن وياه ببعض المسائل، ولكن إذا بتقري اليوم أول شيء خطاب القسم تبعه يلي كان هو بالنسبة لنا الركيزة الأساسية، وقت تشوف كيف تعاطى مع موضوع مثلا الرئيس السوري بآخر وقت قال له أنا بعدني ناطر اتصال، طب ما هيدي كمان بترفع معنويات اللبنانيين وبترد كرامة الدولة اللبنانية وبترد لموقع الرئاسة مصداقية معينة، وهيدي ما قال عليه أولا بالانتخابات ولا بغير الانتخابات. ممكن يقرب أكثر إلى سقفكم من الكلام؟ مش مطلوب منه هو اليوم اليوم رئيس جمهورية كل اللبنانيين بحاجة اليوم كرمال تيضلوا جامع الكل، بيضلوا بحاجة أنه يراعي بعض الأمور، ورئيس جمهورية كل البلاد. في حكي انتخابي بعد أو لا؟ نعم في حكي انتخابي. ماذا عن المتن شيخ سامي؟ لأنه الوقت عم بيدهمنا، بلشتوا تحكوا عن التحالف كيف لح يركب، من هم الأشخاص، شو رح تعملوا انتخابي؟ التحالف هو ذاته، ما رح يتغير شيء بالتحالفات. هلأ الأشخاص على اللائحة أكيد ما يعني عم نحكي هلأ كل شيء وارد بعد ما فتنا بالتفاصيل. عم بتحاولوا تستميلوا حزب التشناك اللي عم بيكون بيضة قبان احيانا؟ حزب التشناك عليه هو انه ياخذ خياراته، بده يقرر شو بده يعمل. بس عم تعطوه عرض ليقرر بالخيارات بالاخر؟ يعني هو بيعرف شو بده يعمل، منه بحاجه منه ناطر منا عرض يعني. بس عم تقول ما في كلام معهم، ما في حوار معهم مع التشناك؟ في حوار، في تواصل اجتماعي بس ما في حوار بمعنى الحوار السياسي. لا ما في حوار. الانطباع انه هو يحاول ان يشد حزب الكتائب الى التحالف الموجود هو فيه، مش العكس اللي عم بيصير، عمل ان ياتي حزب التشناك اليكم. قلت لك جوابتك على هذا الموضوع، نحن منا بوارد اليوم نعمل تحالفات ضد قناعاتنا السياسيه. طيب بما يتعلق فيه هو بده ياخذ موقع وسطي، خلينا وقتها يقرر هذا الشيء، نحن مستعدين للحكي. وين صرتوا بالكلام مع دولة الرئيس ميشيل المر؟ تواصل دائم مع النائب ميشيل المر. كيف رايحة الأمور يعني؟ تواصل دائم، رايحة إلى تحالف انتخابي؟ تواصل دائم وعلاقة ممتازة أكيد. طيب بهذا التحالف الانتخابي بينت الحصص تقريبا كيف رح تكون على القليلة بمنطقة المتن؟ بعد ما صار في حكي، ممكن يصير في خلاف بينكم بين القوات اللبنانية على حصص ما إذا كان مش بالمتن مناطق أخرى؟ بعد ما فتنا بتفاصيل التركيب اللوائح بكل المناطق اللبنانية. بس ممكن يكون مشروع مشكل كمان هيدا؟ لا مش لازم، لأنه في وعي عند الكل وفي قناعة عند الكل أنه هيدي المرحلة بتطلب تضامن، بتطلب تعاضد كرمال تنقدر نوصل على الانتخابات ونحقق إنجاز لكل جمهورنا يلي تعب نكسات. مين الكاثوليك اللي معقول يكون معكم على اللائحة في المتن؟ صدقيني بعد ما في أسماء، ما في، بعد ما حطينا الأسماء. نعم بعدنا عم نتحاور على كل شيء. بعد ما ميشيل مكتف أعلن ترشيحه، صعب التحالف معه؟ لا يعني هو من جو 14 أذار يعني أخذ خيارات معينة وما بقى تواصل، ما بقى تواصل معنا بهذه الأمور. يعني ترشيح غير كتائبي هو؟ نعم. طيب واضح أنه رح يكون هناك كثير عقبات على الأسماء، على الأشخاص، على اللوائح بكل المناطق. ما بتعتقد أنه لازم يكون صار فيه نوع من إدارة موجودة للانتخابات؟ يعني الانتخابات بعد 6-7 أشهر رح تصير أو ما رح تصير؟ هيدا متوقف. عفواً، أكد رئيس الجمهورية اليوم أنه رئيس الجمهورية استحقاق دستوري بموعده، بلقائي معه كان جداً حازم بهذا الموضوع أنه أنا ما رح أقبل بأي تأجيل. هيدي من جهته هو. هلأ أنت بتعرفي اليوم أنه يلي قادر ينزل يحتل بيروت مثل ما عمل بسبعة أيار
قادر يطير انتخابات إذا حس حاله أنه رح يخسر بالانتخابات. بس خسر هذيك الانتخابات ورجع جاب الأكترية إلى صالحه، فهو بانتخابات جديدة يا بيضل نفس الشيء يا بيربح. لأنه بالانتخابات الماضية كان معتقد أنه رح يربح وخسر. هالمرة إذا عارف سلف وإحصاءاته بتقوله أنه رح يخسر، يمكن كمان يحاول يطير الانتخابات. مشان هيك عم بتحاولوا تخلوا قانون الستين، لأن احنا ما عم نحاول يمكن أفضل لكم أرقام الإحصاءات حسب هذا القانون. نحن أي قانون عادل بيطلع نحن بالنسبة لنا رح نجيب أكترية فيه. كل إحصاءاتنا اليوم تعطينا تفوق بكل المناطق اللبنانية. نعم. طلاء من هون احنا منا خيفانين من اي قانون انتخابي، الا اذا كان قانون انتخابي استنسابي مثل يلي عملوه بالحكومة. يعني ركبوا دوائر على بعضهم بشكل انه بشكل غير عادل وغير منصف. النائب وليد جنبلاط اعتبر انه هو ينسق مع رئيس سليمان بري ومئاتي وقال في حلف رباعي، هل هذا يعني حلف رباعي انتخابي ربما لهؤلاء وفيكم تاخذوا اكثرية اذا هذا الحلف الرباعي ما كان معكم باستثناء رئيس مئات، يعني يمكن الوحيد اللي ما عنده هذا الثقل؟ بدك تسالي النائب وليد جنبلاط. في الرئيس بري ايضا بالتحالف، بدك تسالي له. بس وجوده بهذا التحالف ما بيعني انه ما في اكتريه بال 2013 اذا كان تحالف انتخابي حقيقي. والله صراحه انا بعد ماني فهمان بالضبط كيف بيركب، شو مقصود بهذا الكلام. وبكره وبعد بكير حلف روحي ربما، لانه حلف انتخابي يعني حزب مش ممكن. بس هو مستثنى حزب الله من هذا التحالف؟ هو ايه احكي عن تحالف مع رئيس سليمان بري مئاتي. ايه وكيف بيعمل بين الرئيس بري والسيد حسن نصر الله بيفرقهم عن بعضهم؟ لا بس في شد حبال، في نوع من استماله للنائب جنبلاط من الطرفين والكل بحاجه له لربح الانتخابات. هو حط حاله بهذا الموقع المفصلي بالسياسه، معتبر انه هيدي استراتيجية سياسية. تنشوف بالآخر وقت نوصل على الانتخابات شو الخيار اللي بده ياخده، لأنه ما بعرف لأي درجة رح يكون في مكان لهيك تحالف. مني أنا بشك أنه هيك تحالف يقدر يبصر النور بالأخص من دون حزب الله. بدك تفرق اليوم حزب الله عن الرئيس بري وعن الرئيس مئاتي، أو يعني كل هيدا أسئلة أنا برأيي اليوم بكير عليها. شو رح تعملوا بكسروان؟ كمان في مشكلة كبير بكسروان. ولا أنا ماني شايفه. الأحزاب تريد حصص والعائلات تعتبر باختصار إنه إذا ما كانت فعلاً لائحة عائلات صرفة فرص الربح ممكن تكون أقل بالنسبة لـ 14 أدار. أنا صراحة ماني شايف مشكلة بكسروان، بالعكس أنا شايف هالسنة كسروان كتير جيدة. عم تحكي شعبيا، بس بعد لهلا ما في لائحه، بعد ما في مش معروف من الخمسه اللي بالنهايه اللي حيخوضوا الانتخابات. مش معروف حي الله لائحه بلبنان، مش بس بكسروان. طيب بس هي مش بس مشكلة. الجو كثير منيح بكسروان. بس عفوا شيخ سامي، وعلاقه بين الطرف كل الطرف اللي انتم عم بتواجهوه عنده وضوح اكثر بالاسماء. والله بتعرفي شو هن اسمائه؟ لا بس عامه ما عندهم مشاكل هالقد قد ما في مشاكل. اكيد، لانه اليوم يلي عم بيالف اللائحه ضدك بكسروان هو طرف واحد. اما من ميلتنا نحن هن مجموعه افريقيا، هن عندك حزبين اساسيين بكسروان يلي هن الكتائب والقوات، وعندك مجموعه مستقلين كمان عندهم حضورهم، ومفترض انا برايي يكون في شراكه عادله بين الاحزاب والمستقلين. وانا شايف جو كثير ايجابي بكسروان. نعم. في ناس كثير مرتبين وكثير عندهم قدرة بإنجاح اللائحة بكسروان. بعد الفاصل رح أسألك عن قرار المقاطعة واليوم المشروع اللي دخلتوا فيه لإسقاط هذه الحكومة، قدي ممكن يصير بالأشهر القليلة المتبقية، وشو هي استراتيجيتكم الهجومية في هذه المسألة؟ فاصل مشاهدينا ونعود. شيخ سامي جميل، قررتوا المقاطعة، مقاطعة الحكومة، هذه المقاطعة عم تدت إلى مجلس النواب، اليوم البعض بيشوف إنه واجبكم التشريعي ما عم بتقوموا فيه، لوين رح تاخد هذه المقاطعة؟ نحن ما أعلنا مقاطعة مجلس النواب. إذا كانت الحكومة تشارك في الجلسات. نحن أعلنا مقاطعة الحكومة.
هلا موضوع اذا شاركت الحكومه بجلسات، انا رايي الشخصي انه في فصل السلطات بلبنان، مجلس النواب هو مكان لكل اللبنانيين، في واحد ينزل ويواجه داخل مجلس النواب، انا بعتبر مجلس النواب ساحه مواجهه. بس قلتوا عليكم خطر امني. هيدا ما وصل لك، وصل لك. نحن الحاجز الاساسي اليوم امام نزولنا الى مجلس النواب هو الهاجس الامني، يعني نحن اليوم ما عم نتحرك، وانت بتعرفي انه مواعيد الجلسات مقرره مسبقا، ومن السهل واحد ينطرنا على طريق المجلس. بقى اكيد في عندنا هيدا الهاجس الامني، وعم بيمنعنا بانه نقوم بخطواتنا بالشكل اللي نحن بنتمناه. بس البعض عم بيقول انه عم تتحركوا وقت اللي بتكون كثير من النواب، حتى يعني قناة زميلي قامت بريبورتاج واتصلت بنواب على بيوتهم ما لقيت ولا واحد ببيته، في حين انه يتحججون انه النزلة او الظهرة ممكن امنيا تكون فيها مشكلة، في حين انهم يريدون تطير قانون الانتخاب. انا اعلنت وبرجع بكرر انه اي جلسة لاقرار قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ويكون قانون منصف يطرح بمجلس النواب، نحن رح نكسر كل الحواجز الأمنية ورح ننزل، ولو هالشي بس هي فينا نعملها مرة، فينا نعملها مرتين، بس تصفي عم ننزل دائما على المجلس بشكل دائم صعبة. علي هاشم عم يسألك، هل تقبلون بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين؟ هل تقبلون شو؟ بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين؟ نحن ضد إجراء الانتخابات النيابية على قانون الستين. إذا وصلتوا ما في غيره. بس بين هيدا والتأجيل نحن ضد التأجيل. نعم. بس نحن ضد القانون، ضد قانون الستين. طيب مسألة إسقاط الحكومة شيخ سامر، بعد بيشوف إنه هذه المعركة اللي اليوم عم تعملوا لها أهمية كبيرة، إنه هذه الحكومة ممكن تبقى بعد أشهر تجري انتخابات ساعتها حكماً. بتكون بي يعني مستقيلة بعد نتائج الانتخابات، وساعتها إذا الناس عطتكم فعلا الثقة والأكثرية ممكن ساعتها تبحثوا بتشكيل حكومة. لماذا هذه المعركة اليوم على إسقاط الحكومة؟ لأنه يعني صراحة نحن وجود هذه الحكومة هو هدية لنا بالسياسة، يعني نحن إذا بدنا نطلع من منطلق سياسي ومن منطلق انتخابي، نحن بهمنا تبقى هيدي الحكومة للانتخابات، لأنه كارثة أكثر من هيك ما بفتكر اللبنانيين شهدوا على كل المستويات، إن كان على المستوى الأمني، إن كان على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي، المعيشي، ملفات مثل ملف الكهرباء يلي انصرف عليه إمكانيات كبيرة وبعده لحديث اليوم اللبنانيين عايشين بالعتمة، إن كان الانترنت كنت عم تقولي لي قبل شوي 3G مش ماشي تمام. الله يمجينا من 4G هلا. يا دلي. رجعنا صرنا جي على الحل هلا، ما عاد فيه ولا 3 ولا 4. بقى ما في ملف صراحة نجحوا فيه، ونحن بالنسبة لنا ممتاز بالسياسة إذا وصلت هالحكومة الانتخابات لنا بالسياسة، بس نحن مش حارسين على حالنا، حارسين على الناس. نحن حاسين إنه هذه الحكومة كابوس على الناس، ونحن بهمنا نخلص الناس ونخلص لبنان من حكومة قررت انه ما تدافع عن حدودها، اول شيء عن حدود بلدها، وانت بتعرفي اليوم انه بعد كل الانتهاكات اللي عم تحصل من قبل النظام السوري على الحدود اللبنانيه، بعد الاحاديث اليوم الحكومه ما اخذت قرار بارسال الجيش وضبط الحدود والاستعانه باليونيفيل وتطبيق 1701. كتائب مع الحياد حتى، مش النائب النفسي، المفروض تكون هيدي كمبادئ تلتقوا اكثر مع مساله النائب النفسي. انا بستغرب ست طولة تساليني هذا السؤال. ليه؟ لانه انت بتعرفي انه الحياد هو بكل شيء بيحصل خارج الحدود. الحياد عن دفاع عن حدود الدوله ما عاد له علاقه بالسياسه الخارجيه، صار شان لبناني صرف. بقدر ما لبنان برأينا نحن ما لازم يتدخل بما يحصل خارج حدوده، بنفس القدر على الدولة اللبنانية تدافع عن حدودها. الدفاع عن الحدود ما له علاقة ولا بالحياد ولا له علاقة بالسياسة الخارجية، هذا له علاقة بشأن داخلي لبناني بالعكس. طيب تمام، هذا الدفاع عن حدودنا وحدود بلدنا. بس إذا أنتوا معركتكم اليوم مع النظام السوري اللي عم بيخرق هذه الحدود، وحتى باستشهاد اللواء وسام الحسن اخذ الشهداء، كمان كان في اتهام واضح لسوريا
خاصة بعد كشف ملف سميحة مملوك، ليه ما بتحطوا هذا الجهد للقول للسفير السوري انه بيرسونا نون جراتا اليوم النيلو. غير مرغوب فيه النيلو. بدل ما تكون المعركة على الحكومة مثلا النيلو انه انت بيرسونا نون جراتا بس في كمان انتوا وتظاهرتوا قدام الخارجية بس مرة واحدة واجب لا ورجعنا باخر وثيقه 14 اذار رجعنا كررنا هذا الامر شعبيا عم بحكي اعطي صمت مثل ما عم بيصير هلا يعني مقابل الحكومه هلا بنحكي عن موضوع الشارع بعد شوي اذا بدك اللي وجهه نظرنا نحن و14 اذار بموضوع الشارع بس اليوم صحيح في نحن عم نواجه عدوان خارجي على لبنان هو محاوله اختراق الجيش السوري الحدود اللبنانيه نحن مشكلتنا بالحكومة أنه هالحكومة عندها واجب تجاه شعبها الدفاع عنه دفاع عن أهلنا اللي موجودين بالقرى الحدودية يلي عم بيتم تدمير بيوتهم وقتل أبنائهم وجرح البعض الآخر وتفجير بعض الأماكن وإلى آخره الحكومة عندها واجب وطني الدفاع عن الحدود هذا الواجب الأول هذا واجب الدستور إذا بتطلع اليوم الدستور اللبناني بتشوفي أنه الواجب الأول للحكومة اللبنانية والدفاع عن سيادة البلد واستقلال البلد نعم مروان مدهون عم بيسألك أين أصبح ملف سماحة مملوك والله هيك بديك تسأل القضاء اللبناني في انطباع مش انطباع في مخاوف أن يدفع مع اللواء وسام الحسن يعني برأيي أنا في اليوم امتحان كبير عم بيمر فيه القضاء اللبناني وهذا منه أول امتحان في كتير امتحانات سابقة سقط فيها القضاء اللبناني بالأخص بملف سامر حنا يلي دايما بحب استذكره لأنه هذا بطل من لبنان هو ضابط بالجيش اللبناني يلي تم اغتياله من قبل حزب الله ويلي شخص يلي قال أنه اغتاله بتوكيل شرعي قضى 10 أشهر بالحبس وظهر كان سقوط للقضاء اللبناني بهذا النهار كما سقط القضاء اللبناني بقضية الكولونيل كرم يلي كمان يلي قضى سنتين بتهمة العمالة اللي هو طلع في حكم بالعمالة وقضى سنتين بالوقت يلي غيره طلع في نفس الحكم وبعده لحديث اليوم موجود بالحبس وعندهم بعض منهم رايح اعدام بعض الاخر رايح 10 سنين مؤبد بس ما في شيء تحت العشر سنين او 12 سنة نعم. كيف هذا الشخص بيظهر بسنتين مع انه برجع بقول ما في شيء يعني منا شغلي لانه الشخص الكولونيل كلام بس هذه الاستنسابية بالقضاء يلي هي منا مقبولة بالنسبة لنا جان شمالي عم بيسألك اذا اثبتت المحكمة الدولية انه هنالك اطراف داخلية لها علاقة باغتيال الشهيد بيير الجميل ماذا ستكون ردة فعل حزب الكتائب انه مين له اطراف علاقة. داخليه الى علاقه باغتيال الشهيد بيير الجميل شو راح تكون رده فعلكم مثل ما هي رده فعلكم تجاه الحزب القومي مثلا ام اكثر من ذلك شو بتعملوا احنا رح نعطي فرصه للدوله اللبنانيه انه تحاكم اذا الدوله اللبنانيه ما حاكمت بنعتبر انه الدوله ساقطه ومنعتبر انه يحق لكل انسان ان ياخذ حقه بنفسه. نعم، شيخ سامي استاذ عبد الغني كباره عم بيسالك التقسيم التعايش مع الصيغه الحاليه الفيدراليه اللامركزيه الموسعه تطبيق الطائف للشيخ سامي اراء ضبابيه ومتناقضه حول الصيغه الانسب للبنان وخاصه للمسيحيين، هل من الممكن توضيح رؤيته بهذا الخصوص؟ نحن بنعتبر انه في صيغه دستوريه اعتمدها لبنان من 70 سنة لليوم ضربت نساء العيش المشترك وضربت العيش المشترك بين اللبنانيين نعتبر أن الصيغة الحالية تضع اللبنانيين بحالة صراع بين بعضهم البعض على السلطة عشان هيك نحن بنعتبر أنه للحفاظ على العيش المشترك والحفاظ على وحدة لبنان يجب الخروج من هذه الصيغة الدستورية وإيجاد طريقة أخرى لإدارة البلاد تؤمن الشراكة الحقيقية وتؤمن العيش المشترك الحقيقي لأنه أنا بعتبر اليوم ما في عيش مشترك اليوم كل لبناني عايش لوحده اليوم كل لبناني حائد على اللبنان الآخر ونعتبر دائما بيطلوك بهذه المسألة نعم. أستاذ سامي أنه أنت منك مع تعايش بالمعنى اللي البعض بحب يشوفه أنت لا مع أكثر أنه ما حدا يقرب لنا على بقى تونسيتنا ونحن بنقرب لكم بدك تعطيني شوية وقت أحكي عن هذا الموضوع ما عندنا وقت خسرت الحلقة بس لا تفضل معلش خلينا ننهي بهذا الموضوع هل بيعتبروا اللبنانيين أنه اليوم العيش المشترك متحقق؟ هل بيعتبروا اللبنانيين العلاقة بين كل اللبنانيين علاقة سليمة وعلاقة صحية؟ أنا بعتبر أنه لا
أنا يمكن فرق بيني وبين غيري، أنا ما بحب إذا بدك اتخبى وراء إصبعي وقول اتخبى وراء شعارات. أنا وقت أشوف لبنان بخطر، وقت أشوف العيش المشترك بخطر، وقت أشوف لبنان المتنوع بخطر، بجرب لاقي حلول أخرى. مش إذا محل تقسيم وفيدرالية أبداً، بعيد عن هيك تماماً. صيغة تغيير في الصيغة. نحن من آمن أنه لبنان لازم يكون مبني على ثلاث مبادئ أساسية. المبدأ الأول الاعتراف بالتعددية، حاجة بقى نحاول نلغي بعضنا البعض، حاجة بقى كل فريق يعتبر هو معه الحقيقة الكبرى وبيحاول يلغي الثاني. أنا ماني شايف في اعتراف، أنا ماني شايف اللبنانيين معترفين ببعضهم. خليني أعطيك مثال عن السيد حسن نصر الله. وقت السيد حسن نصر الله يطلع يتهم شريحة كبيرة من اللبنانيين بالتعاون مع إسرائيل ونحن منهم، أنا برأيي ما عم يعترف بالتعددية اللبنانية، ما عم يعترف أنه بلبنان التعامل مع إسرائيل لا لا ما عم يعترف أنه بلبنان في فرقاء آخرين عنده وجهة نظر مختلفة تماما عن وجهة نظره، وعندهم تاريخ مختلف تماما عن تاريخه، ولازم هو يحترم هذا التاريخ ويحترم نضال هؤلاء اللبنانيين ورأيهم ووجهة نظرهم مثل ما نحن علينا نحترمه ونحترم وجهة نظره. فالنقطة الأولى هي احترام التعدد والاعتراف بالآخر. اثنين، حياد لبنان من الصراعات الخارجية تما يكون اللبنانيين عم بيفوتوا بصراع المحاور، نضلنا نحن ولا اخدين موقف مع هالمحور ضد هيداك او مع هالدولة ضد هيديك ونتخانق نحن من وراء خلافات عم تحصل خارج حدودنا. وثالث نقطة هي اللامركزية من اجل تأمين حقوق المواطن جميعا من دون المرور بالزعامات السياسية وبالاحزاب. نحن بنعتبر انه الانتماء المواطن اليوم هو لاحزاب ولا زعامات مش للدولة، لانه يلي عم بيلعب دور الوسيط بين الدولة والمواطن هو حزب او هو زعيم سياسي. وقت تعملي لامركزية يعني عم بتجيب الدولة عند المواطن، عم تبعتي الدولة على كل منطقة من اللبنان او ادارية. نحكي عن ادارية، ما في شيء اسمه سياسي، ما في شيء اسمه ادارية، في شيء اسمه لامركزية الدستور، ما بالقانون الدستوري ما في شيء تاني. اذا لا مركزيه سياسيه هي فيدراليه، نحن ما عم نحكي عن فيدراليه، نحن عم نحكي عن لا مركزيه موسعه، يعني يكون عندك ادارات محليه منتخبه بكل منطقه عم توقف الى جانب كل المواطنين وتامن لهم حقوقهم وعم بتامن لهم الانماء المتوازن. موضوع بده حل، او حضرتك اكثر من مره حكيت عن الصيغه وبعمق كبير فاكيد بده حل. بس خليني اختصر، هل مرشح على الانتخابات الرئاسيه؟ عم يسالك انطوان اديب عيد، ايه او لا؟ لا. طيب محمد مير عم يسألك هل حزب كتائب مرشح بطرابلس علما انه النائب سامر سعادة لن يترشح للانتخابات المقبلة؟ مظبوط هذا محمد مير عم بيقول هيك؟ والله ابدا مش تفضل، هيدي معلومة جديدة لك لان عم يجزم بذلك. شيخ سامي انا بدي اشكرك. انا كمان بدي اعتذر من يعني مئات الاشخاص اللي راسلونا، ويعني بعد بداية الحلقة بعتقد ولعت على فيسبوك وتويتر كثير كثير من التعليقات. رح تشوف الليلة يعني قد ايه في تعليقات كثيرة. بدي اعتذر من كل الأشخاص اللي ما عم بقدر أطرح أسئلتهم، وبدي أوضح كمان مرة أنه مسألة الوقت أبداً مش بإيدي مشاهدينا الكرام، يعني أكثر من مرة بعرف الناس كتير دايماً قصيرة والناس كتير عم تعتب علي بعدين أنه ليه هالقد بسرعة الحلقة بتقطع. نحن مضطرين لالتزام بالوقت وما فينا نمدد لأسباب لها علاقة بالبرمجة عامة. أنا بدي كمان أتوجه لكل اللبنانيين المستمعين رسالة صمود صمود، لأنه هذا البلد بلدنا وبدنا نحن نحافظ عليه. طيب. وبدنا نضلنا ما نفقد الأمل، أهم شيء ما نفقد الأمل، لأنه مشوار صعب بس نحن بلدنا أغلى من كل التضحيات. ما في شك. على كل حال بعد الأسئلة لحد هلأ عم تتواصل. ما سألتك عن أحمد الأسير مثل ما عم بيقولوا لي إنشاء سرايا المقاوم ضد إسرائيل، هل أنت مع ذلك؟ حمزة العلي عم بيسأل. لازم كلنا نعمل مثله، نعمل سريات مقاومة. طيب شكرا لك شيخ. ليش لا؟ مش مساواة بين اللبنانيين؟ مساواة ما بين اللبنانيين. على كل حال بشكرك مرة جديدة على هذا اللقاء وعلى وجودك معنا، وبعتذر من دموعك مرة جديدة في بداية هذه الحلقة. تحية أيضا للسيدة باتريسيا أمين الجميل، باتريسيا بيير الجميل عفوا، وتحية لأمين وألكساندر، بشكرهم من كل قلبي أنه دخلونا إلى البيت وصوروا معنا. شكرا مشاهدينا على المتابعة، أنا بشوفكم الأسبوع المقبل ضمن انترفيوز. إلى اللقاء.